عيوني. لأن أنت نذرت نفسك لمبادئ الإسلام، نذرت نفسك لكل الكلمة الحرة، نذرت نفسك أمام الطواغيت، فأنت توقف أمام الطواغيت وإحنا ظل مصفطين وقاعدين. هم مو مروءة هاي، مو بعد عمري حر يعني. الله يبين. يعني السعودية بكبرها، السعودية بكبرها وقفت أمام رجل، ما الليل كله تفكر شلون باكر تسقط العضوية عن دكتور عبد الحميد دشتي، الليل كله تفكر شلون باكر الصبح ترفع الحصانة عنه، الليل كله تفكر شلون تلقي القبض عليه، تفكر شلون يصير مصيره لا سامح الله مثل مصير الشيخ النمر، ولا هو الشهادة وأنت طالب للشهادة. فهاي الدولة اللي خلت راسها براسك، لازم احنا عيب علينا كحشد شعبي نقف امام الدواعش السعوديين، نقف امام الارهابيين السعوديين، سحقنا رؤوسهم في المعارك، سحقنا رؤوسهم في الميدان، لازم نسحق رؤوسهم، ما نخليهم يوصلون اليك دكتور. والله كذا، والله كذا، والله العظيم كذا. وهذا امل ورجاء لهالامه، ان الله سبحانه وتعالى يسخر المجاهدين من امثالكم، والله يقدرنا جزء من هالحراك وهذا الحج في مواجهة الطواغيت. والحمد لله الواحد منكم ومنا يزلزل عروشه، ومثل ما تفضلتوا شيخنا حقيقة يعني أرهقناهم في مضاجعهم ليل نهار يركضون وملحقين، إن شاء الله ما كان لله ينمو بشكل أسرع ويؤدي الى زوال ان شاء الله يا شيخ. ان شاء الله ما قصر والله دكتور. احنا لازلنا واقفين. الذي نراهنوا على ان يفرقوا ما بين الشعب العراقي والشعب الكويتي باءت بمحاولاتهم بالفعل.